متابعينا متابعي فيتو في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد معانا ومعاكم الاستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحله من داخل نادي بلدية المحله. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك وكل الساده المتابعين وكلهم بيتفرجوا علينا ان شاء الله. مصطفى، خلينا في بدايه حوارنا نبدا عن تفاصيل التعاقد مع الكابتن احمد عبد الرؤوف مدير فني بلدية المحله الجديد. وضح لنا تفاصيل التعاقد معاه. اولا كل سنه وانتم طيبين وايام كلها خير وسعاده على كل الشعب المصري وكل الامه الاسلاميه. كمان بتحل علينا ذكرى 30 يونيو، يعني ذكرى جميله ودايما بتثبت اصاله الشعب المصري وتحرره من اي قيود على عكس طبيعته وارادته. كابتن احمد عبد الرؤوف، بقى نبدا بسؤال حضرتك. كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا مدرب واعد ليه اسم كبير كلاعب في مجال التدريب، في فتره قصيره جدا قدر يثبت نفسه معاه جهاز محترم، جهاز فني مساعد، ناس محترمه جدا، لعيبه كلهم كانوا في وقتهم كانوا لعيبه كبار، مدربين ان شاء الله ليهم مستقبل كبير. وهو كابتن احمد عبد الرؤوف صاحب مشروع، يعني الحقيقه هو صاحب مشروع وصاحب فكر مختلف ومتطور وبيشتغل على نفسه بادائه وبتطويره عن طريق الدراسه وعن طريق خبرات وتبادل خبرات مع مدارس مختلفه. ان شاء الله يكون اضافه ويكون حاجه كويسه باذن الله. طب طموحات الاستاذ مصطفى الشامي على بلديه المحله الفتره الجايه؟ والله انا نادي البلديه ده بالنسبه لي هو الاساس والمكان اللي انا اتربيت فيه وكنت يعني احد مشجعيه وما زلت قبل ما اكون رئيس مجلس اداره. في كل امنيات النادي البلديه في كل المجالات مش بس في كره القدم انها تبقى في اعلى مناصب واعلى منصات التتويج ويرجع تاني اسم نادي البلديه في كل الالعاب وخاصه طبعا في كره القدم يرجع تاني لدوري ممتاز. بنسعى جاهدين انا وزمايلي في مجلس الاداره ان احنا نحاول ان احنا ان شاء الله ربنا يعيننا ويوفقنا ونرجع ده. طموحي ملوش حدود، بحاول اسعى في كل المجالات. والجمعيه العموميه اللي اختارتني صاحبه فضل كبير جدا جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا، ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم ونقدر نعمل لهم حاجه كويسه باذن الله في النادي تليق بيهم وتليق باسم وتاريخ نادي البلديه. ابرز تعاقدات بلديه المحله الموسم الجديد يا كابتن مصطفى، التعاقدات اللي تمت والمقترحه. احنا الحمد لله يعني يمكن ابقينا على القوام الاساسي من الفريق متواجد معانا. كابتن احمد ليه طبعا حريه الاختيار في كل اللعيبه اللي جايه جديده. احنا سواء انا او كابتن حمادة علوي رئيس جهاز الكوره وانا نيابه عن مجلس اداره، يعني دورنا ان احنا مساندين وان احنا نقدر نذلل العقبات ونحقق رغباته في التعاقد مع اللعيبه. وهو دلوقتي من رغباته ان هو يعني احنا ما نعلنش عن اي تعاقدات دلوقتي لحد ما نخلص القوام الاساسي اللي هو عايز يجيبه. وان شاء الله نعلن عنهم كلهم دفعه واحده باذن الله قريب. طب انا عايز وعد من الاستاذ مصطفى الشامي جمهور بلديه المحله في الموسم ده. والله انا اوعد جمهور نادي البلديه بوعد واحد وده دايما انا اوعدهم بيه ودايما ابقى ان شاء الله ربنا يعيني ويقويني عليه، ان انا افضل دايما على قد حلمهم وعلى قد شغفهم وعلى قد طموحهم، وافضل دايما بسعى ان انا احافظ على اسم وتاريخ وكيان نادي البلديه الكبير جدا، احافظ على كينونه الجمهور الكبيره. وان شاء الله باذن الله اقدر احقق لهم طموحهم في وقت قريب جدا جدا بصعود الدوري ممتاز، يفضلوا هم داعمين زي ما هم وفي ظهر الفرقه ومحبين للكيان، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يقدر ان احنا نسعدهم ونفرحهم ونحقق لهم اللي هم عايزينه ان شاء الله. مصطفى، في مشاكل كتير في اتحاد الكره والجمهور المصري دايما بينتقد اتحاد الكره الفتره دي، هل مصطفى ممكن نشوف الفتره الجايه او في المستقبل موجود في اتحاد الكره؟ والله هو اتحاد الكرة اتحاد المصري كرة القدم الفترة دي زي ما حضرتك بتقول هو في شوية تخبط إداري، وده برضو عشان ما نحملش الناس فوق طاقتها، هو ده تراكم حاجات قديمة، يعني في تراكمات قبل كده قديمة أدت للي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي مش بس المسؤول عنه المجلس الحالي، لا والمجلس واللجان اللي كانت قبل كده كمان يسألوا عن ده. مش ده الاداء اللي المفروض للاتحاد المصري لكره القدم، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقهم ومعاهم في اللي جاي. فيما يخص
بيخصني انا بالنسبه لاتحاد الكوره، انا لسه الحقيقه عندي طموحات واحلام وحقوق للجمعيه العموميه عندي لنادي بلديه كتير لسه لازم احاول انجز فيها واحاول احقق فيها على قد ما اقدر، وبعدها ممكن اي خطوات، لكن لازم حقوق الناس اللي اختارتني وادتني شرف ان انا ابقى متواجد في نادي بلديه والمسؤوليه الكبيره دي لازم الاول اكون عند حسن ظنهم وبعدها ابقى اشوف اي حاجه تانية ان شاء الله. الحاج محمود الشامي اضاف كتير وكتير وكتير لاسم مصطفى الشامي، عايزين نعرف بعض الجزئيات اللي اضافها الحاج محمود الشامي لحضرتك. والله بعض الجزئيات ده صعب جدا، يعني الحاج محمود الشامي قيمه كبيره جدا، مدرسه كبيره، من حسن حظي ان هو والدي او ان انا ابنه، يعني من حسن حظي وبحاول اتعلم منه، لكن هو مدرسه كبيره جدا سواء هو او الحاج عبد السميع جدي الله يرحمه، بحاول اتعلم منهم اي حاجه وهم اضافه لاي حد، وشرف كبير جدا جدا ليا ان انا يعني يكون عندي الفرصه دي ان انا استفيد منهم واتعلم منهم، ربنا يقدرني يعني وحافظ على اسمهم والاسم اللي هم عملوه وابقى يعني ربعهم. في سؤال يا استاذ محمود، بعض من جماهير البلديه بتقول ان ليه الاستاذ محمود او الجمعيه العموميه ما فكرتش انها تتعاقد مع مدير فني من ابناء النادي؟ طبعا ابناء نادي البلديه ناس محترمه جدا، اسامي كبيره، لعيبه كبيره اضافوا اكيد للنادي، مش هم بس والناس كتيره جدا، اجيال كتيره، كل من هو لاعب في نادي البلديه اضاف، كل ما هو شارك في تحقيق او في صناعه وتاريخ نادي البلديه اكيد عمل اضافه، انا طول الوقت بسعى ان هم يبقوا موجودين. كان في كابتن ياسر رضوان، كان في كابتن اكرم عبد المجيد على مستوى الفريق الاول، كان في غيرهم طبعا كتير اشتغل في نادي بلديه فريق اول، منهم دلوقتي اللي ناجح كابتن طارق السعيد، كابتن اكرم، كابتن ياسر، كلهم يعني ما شاء الله في منهم اسامي كتير ناجحه وبتشتغل، واحنا عينينا عليهم وان شاء الله باذن الله اكيد قريب هياخدوا فرصه يكونوا موجودين، ولكن هم احنا لا نقدر نستغنى عنهم ولا هم يقدروا يستغنوا عن النادي، هم يعني هم صنعوا النادي والنادي شارك في صنع اسمهم، فده اكيد، والنادي في الاول وفي الاخر نادي بلديه هو صاحب الفضل الاول والاخير علينا كلنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا نستفيد منهم على قد ما نقدر في من خبراتهم سواء الاداريه او الفنيه في كل القطاعات، وربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نستفيد منهم ويفيدونا ويفيدوا النادي ويعيننا ان شاء الله ويهدي اللي منهم مش عايز ما بيحبش النادي يعني. اخر سؤال يا استاذ مصطفى، اكلمك عن الناشئين، هل هيتم الاعتماد على الناشئين الفتره الجايه وهل في فكره تطوير لقطاع ناشئين نادي البلديه؟ ده اللي انا كويس قوي ان حضرتك طرحت السؤال ده، لان ان شاء الله باذن الله احنا بصدد ولاد النادي بقى بجد، الناس المحترمه اللي بتحب النادي باخلاص وبدون مزايده وبدون شعارات والكلام ده كله، الناس دي هي اللي هتطور قطاع الناشئين. انا مع احترامي طبعا لكل الناس، انا مش هعتمد على مدارس ولا اجنبيه ولا مدارس من بره، لا، انا ولاد نادي البلديه هم اللي هيطوروا قطاع الناشئين، في فكر محترم، الناس كلها محترمه ده وحريصه على ده، وبشكر كل الناس القامات الكبيره اللي وافقت انها تشارك معانا في تطوير قطاع الناشئين واختيار الموهوبين وتمثيل كل الاجيال اللي لعبت في نادي البلديه تبقى موجوده، ده مش معناه ان هم دول بس، لا بالعكس، ابناء النادي كتير، ولكن انا بنحاول ان يكون ربنا وفقنا ان احنا اخترنا حد، وده كمان بالتعاون مع المهندس حسام حسن عضو مجلس اداره، وهو يعني بذل جهد كبير جدا جدا في الملف ده، بشكره عليه، وهيبقى في حاجه كويسه تظهر للنور في خلال الايام اللي جايه، حاجات لاول مره تحصل في النادي في قطاع الناشئين ان شاء الله تحصل. اما فيما يخص قطاع الناشئين والفريق الاول، احنا ان شاء الله يعني مع كلامنا مع الكابتن احمد عبد الرؤوف ان احنا هيبقى في استعانه ببعض اللعيبه اللي موجودين في قطاع الناشئين مميزين جدا، منهم اللي كان طلع اعارات وهيرجع، ومنهم المتواجد حاليا في القطاع، وده هيبقى برده ان شاء الله لاول مره ويبداوا في القوام الاساسي مع فريق اول لكره القدم ان شاء الله. تابعينا وتابعي فيتو في كل مكان، كنت ده كان لقائنا مع الاستاذ مصطفى الشامي رئيس مجلس اداره بلديه المحله، متشكرين ليك. شكرا ليك، نورتونا، شكرا. فيتو.